سنة وكل الأمهات اللي في الدنيا بألف خير وبألف صحة وبألف سلامة. كل سنة وأمي طيبة، كل سنة طيبة يا ماما. أمي دي الست الطيبة الجدعة اللي قامت معايا الحقيقة بدور أكتر من مذهل، يعني يمكن أنا وأختي مريم بالتحديد. أنا في رأيي النهاردة الاحتفالية مش بس حلوة، الاحتفالية جزء من اللقطات أو المشاهد أو اللمحات الجميلة اللي فيها. كانت الرئيس، هتقولي ليه؟ هقولك. طيب، في جزء في كورال البنات والأولاد بدأوا يغنوا أغاني بتاعت عيد الأم، وبعدين مع أغنية ست الحبايب تحديدا الرئيس، لو خدت بالك وشفت المشهد كويس، الكاميرا جت على الرئيس، الرئيس بدأ يسرح، وفي الغالب تذكر والدته رحمة الله عليها، وكان واضح يعني سرح تذكر الوالد. بعد شوية بدأ الرئيس يدمع ومسح دموعه قبل ما يقوم علشان يقول الكلمة بتاعته. طيب، اللقطة أو اللمحة أو هذا المشهد، كل اللي أنا عايز أقوله لك، أنت بتتعامل كمواطن مع إنسان طبيعي جدا، وإنسان لا يخجل أبدا من مكاشفة الناس بعواطفه، ورجل مش بس على ما يبدو، بمنتهى الوضوح هو يحمل دائما عاطفة جياشة ولا يخجل من إبرازها. يعني أنت تشوف المشهد بتاع النهاردة، تشوف المشهد ده مع الأطفال الصغيرين في قادرون باختلاف، تعرف مين هو هذا الرجل. إنسان حقيقي مكتمل، إنسان ممتلئ بالإحساس. مش بقولك إنه بتحركه مشاعره أو أحاسيسه أو عواطفه، لأنه في قراراته كرئيس هو يتعامل بمنتهى المنطق طول الوقت، لكن هو طول الوقت كمان واضح وطبيعي. يعني حتى لما الرئيس طلع على البوديوم علشان يقول الكلمة بتاعته، فقال أقول لكم كلامي أنا اللي أنا حاسس بيه اللي جوايا، ولا أقول لكم الكلام اللي مكتوب؟ ما أنا كده كده هقول الاثنين علشان اللي كتبوا الكلام ما يزعلوش. طول الوقت هو يصرحك ويتكلم معاك، وطول الوقت يزيل الحواجز. إذن خليك واثق طول الوقت إنك بتتعامل مع رجل صادق بنسبة 100%، 100% مختومة، 100% صادق، رجل ما عندوش مواربات. خد بالك إنه في جزء من كلمته قال أنا مش بقول، إحنا ممكن نعمل الحاجات بطريقة نقول كلمتين حلوين ونروح، وأنا ما بعملش كده. أنا هقول لكم إحنا بنعمل إيه. لما كان بيتكلم على الصندوق اللي اتكلم عليه وقال ما ينفعش يبقى الصندوق ده مديون بالطريقة دي، و و و وقال وأنا بتابع كل حاجة، قال ما أنا متابع، الناس قعدت تتكلم، ده هياخدوا مننا فلوس قد كده وهيعملوا، يلا بينا نلحق نتجوز بسرعة، قالوا كل الكلام ده أنا متابع. وأنا يعني فاهم إنه ممكن الناس تسمع الكلام وتفهمه كل واحد بطريقته، فنرجو إنه ما يتمش لوي كلامي. هرجعك على التفاصيل بقى بتاعت النهاردة، ويمكن القرار الرائع الجميل الخاص بالعفو الرئاسي عن 85 غارمة وغارم زي ما أشار زميلي العزيز محمد، وده واحد من أجمل وأروع القرارات اللي دأب على اتخاذها الرئيس، إنه مصر بلا غارمات. النهاردة عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تقدر تقف كده بملو الفم وتقول مصر بلا غارمات، لأنه قرار العفو صدر، ومع صدور القرار وقبل الكلمة كانت بالفعل وزارة الداخلية مشكورة، بدأت إجراءات الإفراج عن الغارمات والغارمين، وزي ما كان بيقول الرئيس قال وفي كمان مساعدة، وكان بيكلم مع معالي وزير الداخلية أن المساعدة خارجة من الداخلية مباشرة، فحتى معالي الوزير قال له بس بتوجيهات سيادتك يا فندم، قال له المساعدة خارجة من عندكم أنتوا، عشان تبقى المسألة واضحة، عشان تبقى المسألة واضحة. لما يبقى في رئيس مهموم 8 سنين بأن مصر تبقى بلا غارمات، أعرف أنه هو رئيس إنسان بالمعنى الكامل
والحرفي والدقيق بل وشديد الوضوح للكلمة. مين يحب اللي بقوله، مين ما يحبوش صدقني لا يعنيني على الإطلاق. مين هيعتبر إنه الكلام ده حقيقي من قلبي ولا أنا بقوله مجاملات وبتاع، والله برضو لا يعنيني، والله 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 لا يعنيني. شوف، لو عاوز تحط لنفسك في وقت من الأوقات أنت كمواطن وأنت كمواطنة، ولو في حد من الشبان الصغيرين بيتفرجوا ولا حتى ولادنا اللي في سن المراهقة أو ثانوي، وعايز تحط لنفسك معيار للشجاعة، بلاش كلمة شجاعة، خليها للوضوح. قول اللي جواك. مين هينبسط مين مش هينبسط مش ده المهم. لو قلت اللي جواك أنت شجاع، لو قلت اللي جواك أنت شجاع. خلي بالك ساعات الناس بتعتبر مثلا، لو يمكن ده شوية يكون بعيد عن الحكاية بتاعت عيد الأم النهاردة اللي احنا بنحتفل بيها استعدادا ل 21 مارس بكرة بإذن الله، يعني بضع دقائق، لا مش بضع، أكتر من بضع دقائق، ويبقى في عندنا كده 21 مارس. في ناس بتعتبر دايما أنه المعارض هو الشجاع والموالي ليس شجاعا. طيب تعال نقلب الآية إزاي. دايما مواقع التواصل الاجتماعي دايما تلاقي بيسيطر عليها قدر الإمكان نتيجة علو الصوت، وده مش حاجة وحشة، لا حلوة ولا وحشة، يعني المعارضة دايما ليها صوت عالي يعني. فتلاقي مواقع التواصل الاجتماعي دايما ايه، صوت المعارضة عليها عالي. فلما انت تيجي تقول اذا كنت محب موالي متفق الخ الخ رأيك، وانت هنا موالاة مش معارضة ولا حاجة، وعارف ان الناس على التواصل الاجتماعي هتهاجمك ولا هتشتمك ولا هتتريق ولا مش عارف ايه، انت شجاع. الشجاعة مش بس في المعارضة، الشجاعة كمان في التأييد عندما يكون صوت المعارضة في بعض الأحوال عاليا سلبا أو إيجابا. ده لو كنا بنتكلم على معارضة. خد ده معيارك، قول الحق اللي في قلبك وده معيارك. لأول مرة وبقرار من فخامة رئيس الجمهورية، مراكز الإصلاح والتأهيل بدون غارمين وبدون غارمات يا سادة. بالمناسبة مش بس كده، هيخرجوا وياخدوا معاهم بإذن الله سبحانه وتعالى، أو خرجوا ومعاهم لوازم رمضان عشان يبقى رمضان كريم على الكل. تقرير وفاصل ونكمل الكلام. قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات. لأول مرة ستخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات بخروج هذه المجموعة من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون بعفو رئاسي، ليتحقق بذلك ما وعد به رئيس الجمهورية. مصر بلا غارمين ولا غارمات، حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 40 سيدة وخمسة وأربعين رب أسرة، ليبلغ عدد المفرج عنهم 85 من الغارمين والغارمات في إطار العفو الرئاسي. دي أحلى هدية جات لي، دي أحلى هدية إن أنا هرمضان مع عيالي، دي بالدنيا كلها. ربنا يبارك له لينا يا رب، فات الريس ويخليه لينا ويحفظه وما يحرمنا منه ابدا يا رب. كفاياني كده يعني، انا بوقت كده ان انا مش هعمل اي حاجه تاني ولا هاخد حاجه تاني خالص. ربنا ما يرموش في ضيقه يا رب الريس يا رب، ويوقعوش في ضيقه ابدا العمر كله، ويفرحوا زي ما احنا فرحانين كده. احنا مش عارفين احنا فرحانين ازاي الفرحه دي، ان احنا هنحضر شهر رمضان كده في وسط عيالنا. ربنا يبارك لنا في سياده الريس زي ما فرح قلبنا ويفرحه، وزي ما طلعنا العيالنا وخلينا هنعيد في وسط عيالنا ونرمط في وسط عيالنا. وحرصت وزارة الداخلية على حضور أهالي المفرج عنهم في مفاجأة أدخلت البهجة والفرحة في نفوسهم. ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل، خلاص كل اللي فات انسى، ومن بكرة اللي جاي حياة، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. جديد إنك تلاقي مكان. ونشكر الرئيس على اللي عمله لنا، ربنا يكفر شر الحاجات الوحشة وخليه خليك لنا يا رئيس.
الله يبارك فيك يا ريس. من جديد اسعد يوم عندنا النهارده ان بنتنا خرجت بالسلامه ان شاء الله، وبارك الله فيكم وتحيا مصر. هنا امتزجت مشاعر الفرحه بين المفرج عنهم وذويهم. الفرصه متاحه امامهم الان ليبداوا من جديد. انا مبسوطه يا ريس، ان شاء الله يجعلك سعيد في دينك. انا مبسوطه وبندعي لك احنا الكل، وربنا يجعلك سعيد في دينك وكتر من امثالك. احنا مبسوطين ان انت ايه فرحتنا الفرحه الكبيره بولادنا بحضاننا. انا مبسوط النهارده ان مامتي طلعت، وده كان احسن يوم في حياتي. مامتي مشفتهاش بقالي 4 سنين. بشكر سياده الريس جدا، وبقول له احنا مش عارفين نقول لك ايه على الفرحه اللي انت عملتها لنا دي، وانا بشكركم كلكم عشان انتوا الناس يعني وقفتوا معانا وقفه جامده. فرحانه ان انا هبقى في وسط اولادي واقضي رمضان في وسط اولادي، والحمد لله، ونشكر سياده الرئيس على جهد اللي هو عمله معانا. مش كنت اتوقع ان انا اصلا اخرج دلوقتي اصلا لاولادي. انا وعد الرئيس ان انا ما عمري ما همضي تاني، ولا عمري هعمل كده تاني ابدا ابدا ابدا. نوعد الرئيس ان شاء الله اللي احنا ما نرجعش السجن تاني، ولا نمضي على وصولات تاني بامر الله باذن الله. نوعد الرئيس ان احنا ما نرجعش الحاجات دي تاني والمكان دي تاني. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بهذه المناسبة قدمها زملائهم من النزلاء، حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عنهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحت لهم استئناف حياتهم من جديد بعد أن تعثروا لظروف اقتصادية. كما أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. احنا ما كناش متوقعينه، فالرئيس يعني الحمد لله وعد ووفى ومحش ما تأخرش عنا. بنقول له يا ريس أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي لحد الآن، يعني أنا في حلم، أنا حاسس إني بحلم، إني ما كنتش مصدق إن أنا هخرج دلوقتي. يقف بين المفرج عنهم بعض الغارمين الذين أفرج عنهم في فترات سابقة، جاءوا للاحتفال بهم ومعهم، مؤكدين على تواصل الرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لهم بعد الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم عبر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي تتواصل معهم وتقدم الدعم لهم. أنا حاسة قد إيه هما دلوقتي فرحانين، لأني كنت عايشة مكانهم، وإن الحياة بره تدينا فرصة تانية وناس تقابلنا كويس وهنشتغل وهنعيش. وقد تم توزيع مساعدات مالية وعينية على المفرج عنهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ومصر مش هتتأخر، وخطوة كل سنة وانتم طيبين. خلاص كل اللي فات انساه، ومن بكرة اللي جاي حياته مستحيل. كما تم توزيع هدايا على أطفالهم الذين حضروا الاحتفال. ودع المفرج عنهم من الغارمين والغارمات مركز الإصلاح والتأهيل في طريقهم إلى حياة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد أن أدخلت الفرحة على نفوسهم، لتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خالية منهم للمرة الأولى، وتترسخ بذلك القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى نشرها وصولا لحياة كريمة. كما قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات ممن يأخذون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم. والحقيقة صحيح السيد وزير الداخلية كنت بتكلم معاه، فقال لي خرجوا النهاردة بمعززين مكرمين، هم 85 غارمة وحتى الغارمين. وممكن من فضلك الميكروفون لو سمحت، أنا بس عايزك تطمنهم يعني على الإجراءات اللي تفضل.
هو حضرتك تفضلت بإصدار قرار بالعفو عن جميع الغارمين والغارمات اللي موجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهم عددهم 85 شخص، 40 سيدة و45 رجل، باعتبار أن الرجل رب الأسرة أيضا. يعني حضرتك تفضلت بالعفو عنهم، وتم فعلا تنفيذ القرار، وتم كمان حضرتك تفضلت بأن يكون في مساعدة المساعدة من عندك أنت يا محمود، أنت اللي المساعدة من وزارة الداخلية. لا يا فندم، لا من عندك توجيه حضرتك فندم. لا لا صحيح، المساعدة من عندك أنت، مساعدة المخرج عنهم حضرتك لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم. كل سنة وأنتم طيبين. كان تفكير الرئيس من بدري أنه إحنا عاوزين مصر بلا، خليكم فاكرين اسم المبادرة دي، هي النهاردة خلاص مصر بلا غارمات، مفيش ولا غارمين. ألف حمد وشكر ليك يا رب. مش بس كده، لأن في حاجة أهم، هي دايما السبب الجذري. يعني إيه؟ يعني ايه هو الغارم بالمناسبه؟ الغارم او الغارمه دي ناس كان بيجهز نفسه، بيجهز بنته، بيجهز اخته، الخ الخ الخ، وبيروحوا يشتروا الحاجه ويكتبوا على نفسهم يا عيني كمبيالات قد كده. وكان بعض من التجار الجشعين عديم الضمير والمروءه احيانا يمضوهم بفلوس زياده، واحيانا يمضوهم على بياض، ويستغلوا عدم المعرفه الخ الخ الخ، او عدم القدره على القراءه والكتابه، حاجه يعني كانت منتهى الاجرام يعني. فالناس دي اتدبست علشان خاطر كل القصة ماشي في سكة حلوة، عاوز يجوز بنته، أخته، أمه، دول ناس من عندنا في بلدنا، ومن عندكو في البلد، ومن عندك في الشارع، ومعرفة وقريب وجار وصديق، دول زيك زيهم بالظبط، محدش فينا أجرم. فكان ممكن جدا التعامل يبقى بالقانون، وللأسف ده اللي كان بيجرى زمان. من 8 سنين لما الرئيس قال هنطلع الكل وهنشوف ايه الإجراءات اللي نقدر نطلع بيها الكل ونسد عنهم و و و و و وحصل. طيب تعال على مراجعة السبب الجذري. السبب الجذري هنا هو ايه؟ عدم القدرة، مفيش فلوس. نقوم نعمل ايه تاني؟ نشتغل على انه نوفر للناس دول حاجة اسمها التمكين الاقتصادي، نخلي اهالينا دول ممكنين اقتصاديا، فنساعدهم، يعني الناس اللي بره والحمد لله والشكر لله ما دخلوش، فنساعده ان هو اصلا ما يدخلش، فيبقى في عنده قدرة على ايه؟ انه يقدر يوفر لنفسه احتياجاته، ويقدر يجهز نفسه ولا امرأة بنته ولا اخته ولا بنت اخوه ولا بنت اخته الى اخره. وفي نفس الوقت الناس اللي خارجة دي هم كمان لديهم تمكين اقتصادي. خلي بالك انا قلت لك قبل كده بقولها لك تاني، الناس اللي جوه المراكز بتاعة الاصلاح والتأهيل هو جوه بيشتغل وبيتحوش له فلوسه دي عشان لما يخرج يبقى معاه مبلغ، واحد يغنيه شر السؤال، اتنين يخليه يعمل حاجة صغيرة على قده ويشتغل والدنيا تمشي والمكسب يبقى حلال و100 فل و14. عايز استاذنكم اخد معانا على التليفون استاذ محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. اهلا 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 يا فندم. مساء الخير استاذ يوسف، ومساء الخير على كل المشاهدين. مساء النور يا استاذ محمود. استاذ محمود، واحنا النهارده يعني في الاحتفاليه اللي كانت بتشريف فخامه الرئيس للاحتفال بالام المصريه وبعيد الام وتكريم سيدات مصريات فضليات، كيف ترى تحديدا مساله خروج اخر غارمه وغارم من مراكز الاصلاح والتاهيل فتصبح مصر لاول مره بلا غارمات؟ طبعا احنا قدام خبر سعيد جدا ومبادرة من فخامة الرئيس بانه يعني زي ما حضرتك اتكلمت في المقدمة انه مصر تبقى خالية من الغارمين والغارمات. النهاردة لقينا ده حقيقة، وربما دلالة الاختيار انه تخرج الغارمات اليوم في عيد الام عشان يكملوا فرحة اهاليهم واسرهم بحلول شهر رمضان، وان هم يحضروا معاهم شهر رمضان، دي اشارة بالغة الدلالة على الحس الانساني اللي بتمتاز بيه القيادة السياسية في مصر
إلى أي مدى هي تشعر بالناس، إلى أي مدى هي تشعر بأهمية التوقيت في اتخاذ القرار، وإنه القرار كمان يتاخد في هذا الظرف وهذه الاحتفالية الكبيرة اللي بتكرم فيها الدولة المصرية المرأة المصرية، ولأي مدى هناك اهتمام بالمرأة المصرية وبتمكينها، وفي اهتمام خاص من سيادة الرئيس بالمرأة، وده يمكن شفناه على مدار السنوات الماضية، ودي ملف من ملفات الحوية المهمة جدا اللي مصر حققت فيها إنجازات كبيرة بالفعل، وده بشهادة العالم كله إنه إلى أي مدى مصر نجحت في هذا الملف، وكمان نجحت النهاردة بهذا القرار الخاص بالغارمين والغارمات، وإنه مصر تبقى خالية منهم، إنه تأسس لفلسفة عقبية جديدة وتؤكد للعالم إنه ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة اللي موجودة على رأس أولويات العمل الوطني في مصر وعمل الدولة المصرية، وإنه هذا الحس الإنساني اللي بتمتاز به القادة السياسية بينعكس إيجابيا على التعاطي مع هذا الملف من جانب الدولة. فنلاقي وزارة الداخلية بتتحرك وبتدي للناس دي مساعدة مادية وهم خارجين، وبتديهم هدايا، وبتدي لأسرهم، وبتهتم بيهم، وبتهتم إن هم تأسسهم مرة تانية للحياة، إنه يبقى في فرصة أخرى للحياة في وقت الخروج يعني. وفي نفس الوقت الدولة مهتمة إنها تخرجهم في هذا التوقيت عشان يبقى الظرف الإنساني والاجتماعي الخاص بشهر رمضان، إنه ما يبقاش في أسرة من غير أبوها، وما فيش أسرة من غير أمها. صح. اللي موجودين في مركز إصلاح والتأهيل بيأدوا عقوبة لعدم سداد هذه الشيكات أو هذه الكمبيالات. فبالتالي أنت قدام مشهد حقوقي بامتياز، في اهتمام بالإنسان، وفي اهتمام بأنه يعني يبقى فيه روح القانون، أنه يطبق عليه روح القانون بفلسفة عقبية بتشوف الجريمة ومستوى تأثر المجتمع بيها، ثم تضع فلسفة عقبية تخلص فيها وتنهي فيها ملف زي الملف ده اللي فيه متداخل فيه الإنساني والقانوني بهذا الشكل. طب صححني لو أنا غلطان، أنا هنا لأنه تعقيبا على جملتك الفلسفة العقبية، هو على ما يبدو أنه مصر، جمهورية مصر العربية في جمهوريتها الجديدة أصبحت بتنظر للموضوع بعيدا عن فلسفة العقاب، هي فلسفة الإصلاح ثم تأهيل فيما بعد ذلك، بس أنا أريد أن أصلح الإنسان وأساعده في الإصلاح من أخطائه السابقة وأؤهله للخروج للمجتمع، هل أنا كده شايف مظبوط؟ صحيح. هو لو احنا حبينا نبص هذه الفلسفه بشكل عميق شويه نكتشف ان احنا بنبني انسان جديد، سواء في يعني موجود داخل مراكز اصلاح والتاهيل او في خارج مراكز اصلاح والتاهيل. داخل مراكز اصلاح والتاهيل انت عندك تعديل تشريعي حصل في قانون السجون، فبقاش اسمها سجون، بقى اسمها مراكز اصلاح والتاهيل. صحيح. وده بيدي المؤشر في المعنى انه ازاي الدوله بتنظر لهذا الملف، انه مش ملف عقوبه ولا سجن، هو ملف إصلاح وتأهيل. أنت بتخلق إنسان جديد بتحاول تأهله أنه ما يعودش مرة أخرى للجريمة بشكل عملي وبشكل فيه واقعية في الأداء، أن أنت بتديه فرصة أنه يشتغل، يتعلم صنعة، يتعلم شغل، يتعلم إزاي ممكن يدير حياته بعيدا عن الجريمة، ثم يعني بتقدر أن أنت تساعده أنه هو يخرج مرة أخرى في قرارات العفو المتتالية وغيره، وبالتالي انت بتخلق انسان جديد عايز يعيش بشكل مختلف. وجوه الاصلاح والتاهيل، مراكز الاصلاح والتاهيل، فانت بتلاقي المعايير الدوليه للتعامل مع النزلاء، ما عادش اسمه سجين بقى اسمه نزيل، وبيتلقى يعني دعايه صحيه جيده، بيتلقى رعايه اجتماعيه، بيقدر زي ما انت حضرتك اتكلمت في المقدمه انه لما يشتغل يبقى الفلوس تروح لاهله، ويقدر انه هو يعني يدير حياته وأسرته من داخل مركز إصلاح والتأهيل، فبيتعلم صنعة وفي نفس الوقت بيساعدهم ماديا، ومبقاش فيه عندك مشكلة اجتماعية بسبب وجوده داخل مركز إصلاح والتأهيل. ده بيديك مؤشر انه يعني في عقلية بتدير الموضوع بذهنية انه لازم يكون في فرصة تانية للحياة، وانه يعني العقاب مش في حد ذاته، ولكن انت بتخاطب الانسان وبتحاول انت بتغير نمط حياته وتخليه يعني يبقى فيه معيشة مختلفة عن المعيشة اللي هو كان موجود فيها. لأنه للأسف الشديد في السنوات الماضية وربما الدراما عكست ده، اللي كان بيخش بيخرج أكتر من الأول،
لكن انت النهارده بتحاول ان هو يتدخله وما يفكرش ان يخش تاني، وبتقدر ان انت تساعده وتقدم له المساعده وتقدم له النصيحه والمشوره. اللي فيه عايز يتعالج بيتعالج، اللي فيه عايز يخرج من دايره الادمان بيخرج من دايره الادمان، وده كله باطار في اطار علمي وفي اطار بيطبق المعايير الدوليه لحقوق الانسان والخاصه بالاحتجاز. وده اللي موجود النهارده، والمؤشر بتاعه التطور الكبير اللي حاصل، واللي ربما انا لمسته شخصيا لان انا زرت اكتر من مركز صلاح وتاهيل، انه الى اي مدى انت فيه اهتمام، الى اي مدى فيه يعني تغيير نوعي وكيفي في اداء الناس داخل هذه المراكز، ولاي مدى انت مهتم بانه هذا النزيل لما يخرج يبقى انسان جديد صح، ويقدر يعيش في المجتمع والمجتمع يتقبله مره اخرى. صح صح 100%. انا بشكرك جدا 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 استاذ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. ثروتنا هي افكارنا، فممكن ما نبقاش بنمتلك موارد ماديه كتير، لكن احنا بنمتلك الافكار اللي تقدر تجيب لنا هذه الموارد. وهنا اتكلم على الصندوق اللي اتكلم عليه الرئيس لما كان بيسال معالي وزيره التضامن الدكتوره نيفين القباج على الصندوق في قد ايه، فقالت له احنا مديونين ب 350 مليون، فسكت وقال طب احنا عاوزين نعرف، وطلب المستشار عمر مروان معالي وزير العدل علشان يشرح فلسفه هذا الصندوق ايه واحنا عايزين ايه. والرئيس قال ايه؟ ده صندوق اجتماعي احنا بنقف بيه جنب بعض. هنا تفهم انه عندك رئيس جمهوريه يتعامل بمنظور انساني وبفلسفة إنه الفقر هو الجرم الحقيقي وهو المجرم الأول. ده عندك تفسير تاني؟ أنا بكلمك بجد، سيبك يا سيدي أنا بتفلسف أنا وحش، عندك تفسير تاني لرجل يصبح على رأس أجندة أولوياته إنه ما يبقاش في غارمين وغارمات في هذه البلاد؟ ده واحد. اتنين، عالج لي او بالتوازي عالج لي السبب الجذري اللي خلاهم غارمين وغارمات. تلاتة، انا عندي امهات يعانين بسبب الطلاق او بسبب الهجر او بسبب عدم الصرف او فلازم نقف جنبهم زي ما قال الرئيس عشان خاطر دي مش عارفة بكرة في ايه، هتأكل العيال منين وهتدفع المصاريف بتاعت المدرسة منين. الفقر هو المجرم، فعندك النهارده رئيس يتعامل مع الفقر باعتباره هو الجرم الحقيقي فلازم نقضي عليه، ولن ندير البلاد. هنا ده اللي تقدر تستشفه وتستنبطه تستوضحه من فلسفه الرئيس في الحكم، انه لا احنا مش هنتعامل مع ملف فقر، احنا هنتعامل مع ملف الثروه اللي هي ثروتنا الحقيقيه اللي دايما اقول لك مفيش حد هيعرف ينافسنا فيها ولا حد قدنا، لا أدمغتنا ولا إرثنا الحضاري والثقافي، ما حدش قدنا، مش بس في المنطقة العربية، مصر أم الدنيا وأم العالم وكل حاجة. بس خلي بالك خلي بالك، عندما وصفت مصر وصفت بالأم، الأم أصل الإنسانية، آدم لوحده ما كانش هينفع. فلما يبقى بيتعمل صندوق زي ده، وزي ما أكد الرئيس قال المصروفات بتاعة هذا الصندوق بسيطة وما تعطلش جواز، وفعلا لما كنت بتكلم مع زمايلي قلت لهم طب انتوا عرفتوا المصروفات ومش عارف، فكلهم أجمعوا قالوا بصراحة الشائعات كانت مخيفة، ولقينا إن الفلوس كلام فاضي، يعني اللي بتدفع كلام فاضي كلام فاضي. طب معمولة ليه؟ علشان أقفل السبب الجذري ورا معاناة أمهات وزوجات يتركنا لسبب كان أو لآخر، عمدا أو دون عمد، بس بتواجه الدنيا لوحدها. تيجي تقول لي بص كده، وأنا أعتقد إنه كتاب أعمدتنا ومقالاتنا، وعندنا كتاب كبار يعني بالمناسبة، لازم يبدأوا يفكروا في مسألة فلسفة الحكم، يعني لازم نفهم منهم، ولو احنا بعضنا بيكتب نكتب على استنباطنا فهمنا لفلسفة الحكم في مصر من بعد 2014، عشان ده دورنا ان احنا نشرح للناس. هم ايه دور المقال؟
دور المقال مش التفلسف بالمناسبة، دور المقال هو تفنيد الفلسفة. التفلسف مكانه الكتاب مش المقال اللي بيكتب في الجورنال. يعني ده كلام مش هيعجب بعضهم، مش دي القصة. خلوني أخدكم ونروح على مقتطف صوتي أو جزء، مش صوتي بس لأنه هيبقى مرئي مع حضراتكم، عن جزء من كلام الرئيس لما أكد على أهمية دور المرأة المصرية في حماية المجتمع والدولة. خلونا نشوف الجزء ده ونسمعه كويس بعد إذنكم. المرأة المصرية خلال 2013 ومش بس 2013 وحتى الآن كان ليها دور كبير قوي قوي في حماية مصر، كان ليها دور كبير قوي في حماية مصر. وافتكروا، وأنا والله لما بفكركم مش بفكر نفسي، أنا فاكر بس بسجل هنا في اليوم دوت يعني اللي بنحتفل بيكم، يعني إن إحنا لما في 30/6 اللي كانت متصدرة الموضوع كانت الست، ولما طلبت الناس تنزل يوم 26 إذا كنت فاكر التوقيت كويس، يعني قلت أنا بطلب من الشعب المصري ينزل يدين تفويض. اللي نزل في رمضان كان في رمضان في اليوم دوت الأسر كلها، أنا أتصور إن كان، مش أتصور بقى، كان حقيقة إن الست هي اللي قامت ونزلت والدنيا كلها شافت. ولما الدنيا كلها شافت العدد ده كله قالوا إن لا، هو الموضوع مش حركة الجيش بيعملها ضد البلد، ده البلد رافضة والجيش بيدعم الرفض ده. فخرجت نزلت وعملت ده المرأة المصرية. طيب اللي قدمت الشهيد، الأب موجود صحيح مفيش كلام، لكن بحنية الأم اللي سهرت وصبرت وربت وقعدت من هو شالت 9 شهور، شالت 9 شهور وربت بعد كده لغاية لما بقى شاب أو راجل يعني، وبعدين قدمته لمصر. طب ما هو ده أصعب، أصعب إن الأم بعد كل ده تقدم ابنها وبعدين يعني يستشهد أو يصاب، وهو كان ملو العين زي ما بيقولوا، وبعدين يجي لها خبر إن هو استشهد. يعني كلام شديد الأهمية، شديد الأهمية، ولازم نفهم الكلام كويس. بس خليني الأول يعني أنا عايز أعلق على الكلام، لكن خليني الأول هاخد معانا على التليفون دكتور سوزان القليني رئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة. أهلا 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 يا دكتور. يا أهلا وأهلا بحضرتك. إزاي حضرتك يا دكتور سوزان؟ كله تمام؟ سعيدة جدا جدا بالتواصل معاك والله. ده أنا اللي أسعد وده شرف ليا يا فندم، شرف ليا والله. ربنا يخلي حضرتك، الله يخليك يا دكتور. أنا ميرسي جدا، ربنا يخليك، وكل سنة وكل أمهاتنا طيبين والمرأة كلها في كل مكان بخير. يا رب والله، يعني فعلا الرئيس قالها كلمة، هو الست المصرية فعلا هي اللي شايلة البلد، وده بجد مش هزار. أصل أنا عايز أقول لحضرتك يعني هو فعليا يعني إذا كانت الست المصرية هي نص المجتمع، إنما هي بكونها أم ومعلمة وموجهة فهي فعلا بتربي المجتمع كله. طبعا طبعا، وهو ده الدور الرئيسي يعني. ولذلك يعني فخامة الرئيس في الحقيقة وتقديره للمرأة يعني لازم الواحد يتوجه له بالشكر والتقدير، لأنه تقديره للمرأة وانتمامه بدورها داخل المجتمع وتشجيعها ودعمها. احنا بصراحة بنعيش مش عصر ذهبي، احنا بنعيش عصر ميتي يعني، من الدعم اللامحدود للمرأة والاهتمام بقضاها. ويمكن حضرتك طبعا اكيد تابعت النهاردة اللقاء، وحضرتك شفت مجموعة القرارات الرائعة اللي هي إنسانية قبل ما تكون رئاسية. طب هنا ده هيخليني هسأل يا دكتور سوزان. ايوة اتفضلي. لا لا انا قبل ما اسال السؤال حضرتك كنت بدات تجاوبي فعلا، اتفضلي يا فندم. اتفضل حضرتك. يعني اصل انا الحقيقه متحمسه جدا جدا من هذا اللقاء ومن مجموعه القرارات اللي تفضل بيها النهارده في خامه الرئيس. فعلا زي ما بقول حضرتك القام الاول قبل ما تكون قرارات رئاسيه. اولا النهارده الافراج عن جميع الغارمات والغارمين ايضا. ايوه شهر رمضان اهتماما بالاسره عشان لم شمل الأسرة قبل رمضان. إيه الإنسانية؟
يعني حضرتك حاجة تهز الوجدان، ده رقم واحد. رقم اثنين، الاهتمام بوضع المرأة في مجالات العمل المختلفة وتحقيق التوازن في قانون العمل وإعطاها المساواة الكاملة ودعمها حتى تصل إلى أعلى المناصب، وكل ده شكل من أشكال التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للمرأة. عظيم. لك حضرتك أيوة. النهاردة المرأة تستطيع، وده لم يكن من قبل على فكرة، إنها لأولادها القصر، تستطيع في البنوك إنها تفتح حساب للأطفال القصر باسمها، ده ما كانش موجود قبل كده. فأنا عايز أقول لحضرتك كم القرارات التي تعطي اطمئنان للمرأة وتعطي اطمئنان للمجتمع وللأسرة وتدعم الأسرة، كانت النهاردة الحقيقة حاجة مشرفة جدا وتسرق الصدر. طب أنا كنت بشوف يا دكتور سوزان إنه الاحتفالية بتاعة تكريم المرأة وتكريم الأم المصرية وعيد الأم اللي دايما بتبقى بتشريف فخامة الرئيس، دايما بتبقى الاحتفالية رائعة وجميلة، لكن السنة دي الاحتفالية طعمها أنا حاسس أنها أكثر بهجة، أكثر بهاء، أكثر إيجابية. هل أنا محق في ده؟ يوم في المئة. أولا الاحتفالية العام بتحظى طبعا بتشريف فخامة الرئيس والسيدة حرمه، والحقيقة برضو هم حريصين جدا جدا في كل مناسبة للمرأة على تواجد فخامة أيضا السيدة حرم، فده شكل من أشكال أيضا الدعم النفسي للمرأة، ده أول حاجة. طبعا الحاجة الثانية حضرتك، النهاردة المسرح، الفن والقوة الناعمة المصرية في المرأة في كل المجالات، فكانت حاجة مبهجة وحاجة تفرح. كم الأغاني اللي اتقالت بتقول قد إيه مصر عظيمة، مصر عظيمة بفنانينها بشعبها يعني كل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة. ما الواحد مش عارف يقول إيه بصراحة، الواحد مش عارف يقول إيه ولا إيه. بالظبط، انا بقول لحضرتك الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. ده صحيح، ده صحيح. دكتور سوزان، احب ان احنا نلتقي وتنورينا وتشرفينا في البرنامج وقت حضرتك لما يسمح. يا ريت يا ريت يا ريت يا دكتور سوزان. كل الشكر دكتور سوزان القليني، رئيسه لجنه الاعلام بالمجلس القومي للمرأة. اللي قالته دكتور سوزان ده مهم قوي على هذه اللمحه، لو صح الملمح، المواهب اللي طلعت النهاردة وصولا إلى طبعا أنغام، هو بيوري لك مصر فين، وده يعني احتفالية من ضمن احتفاليات، ودي حاجة بسيطة من ضمن خزنة المجوهرات المصرية. خد بالك في الفن المصري، القوة الناعمة المصرية، المواهب الموسيقية والغنائية المصرية. بس أنا كنت بقولك عايز نرجع على كلمة الرئيس، لأنه الرئيس الحقيقة اتكلم على مسألة قوة المرأة المصرية ودورها الحقيقة في هذا المجتمع. طيب اللي أنا عايز أقوله إيه؟ اللي عايز أقوله أنه مصر خلال عمرها الطويل، مصر خلال تاريخها المديد، ومصر خلال الفترة القريبة اللي هي الثمان تسع سنين اللي فاتوا دول، احنا شفنا أم تفقد ابنها شهيد وتقدم التاني شهيد، شفنا زوجة تفقد زوجها شهيد وتدخل ابنها الحربية ولا الفنية العسكرية ولا البحرية ولا الشرطة ولا الدفاع الجوي، يعني جيش أو شرطة، وزوجها أبو الواد الجدع الراجل ده استشهد ولا تبخل بابنها أن هو يدخل هو كمان كلية عسكرية. نشوف بنوتة صغنططة أبوها يروح شهيد، وأنا قابلت بنت صغيرة كده مرة في احتفالية في تبع الشرطة، فبقعد بكلمها بنوتك كتكوتك قد كده اهو، فقول لها عايز تكبر تطلعي ايه؟ قالت لي هطلع ظابط. فضحكت قلت لها تطلعي ايه؟ قالت لي هطلع ظابط، بابا الله يرحمه كان ظابط. طب دي تقول لها ايه بقى؟ الله الله.
تقول لي الست المصرية في زيها كل الحب والاحترام والتقدير لكل الستات اللي في العالم. الستات بتوع مصر دول فعلا فعلا مختلفات. طب مختلفات ليه؟ لأنه مصر كلها مختلفة. ده مجتمع مذهل، مجتمع عنده قدرات عقلية عقلية، ده واحد. اتنين، وتركيبة وبنية نفسية مذهلة مذهلة. معانا على التليفون سيادة السفيرة نائلة جبر. أهلا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. إزاي صحة حضرتك يا سيادة السفيرة؟ الحمد لله شكرا. شفتي النهاردة الاحتفالية والتكريم إزاي يا فندم؟ والله أنا كنت سعيدة جدا بهذا التكريم. طبعا كان مفاجأة، مفاجأة بالنسبة لي. أيوة. وده شيء أسعدني جدا، وأني طبعا كدبلوماسية، لأن ده بيبقى تكريم ليا وللمؤسسة الدبلوماسية طبعاً. كلها. فكان انهالت علي بقى التهنئة تاني من زملائي اللي بتفعلوا معايا، تلامذتي، فكان جميلة جدا بصراحة يعني. فكان يوم الحمد لله. الحمد لله. طب يعني سيادة السفيرة، أنا كنت مهم عندي جدا أنه هذا التكريم، وزي ما حضرتك قلتي كرمتي كسيدة مصرية وكدبلوماسية مصرية، فأنا مهم عندي قوي أن احنا نتكلم عن دور الدبلوماسيات المصريات في الدبلوماسية المصرية. ده سؤال جميل وطويل، لكن هحاول ان اقوله لك باختصار يعني. باحتراف الدبلوماسيات المصريات يعني. افندم؟ باحترافية الدبلوماسيات المصريات. انا عارف انه حضرتك تقدري تلخصيهولي. الدبلوماسية المصرية يعني مسيرتها بتبقى قصة كفاح طويل، لأن السفر يعني شيء جميل، لكن أيضا مشقة، مشقة الواحد كأم كربة أسرة، لأن الغربة أيضا يعني لها ثمنها، ولكن في نفس الوقت لها جمالها، لأن تمثيل بلدك، تمثيل بلد زي مصر مثل مكانتها الحضارية كمان، لأن ما بتعمل في الخارج كل الناس يزوروا لك كمصرية يعني بنت حضارة طويلة وعريقة. فبرضه دي بتبقى مسؤولية على كاهلك كإنسانة. هذا التمثيل يعني أنا شرفت به وعملت في دول من خلال علاقات ثنائية يعني في دول فيها سفاراتنا، او ايضا عملت في سفر الدبلوماسيه في الخارج في الامم المتحده. ايوه. فكل ده له تحدياته ايضا، سواء العمل، التوقيتات، العمل، ضغوط العمل مع مسؤوليه الحياه. فكل ده نوع من التحدي الكبير اللي نجحت فيها المرأة المصرية والدبلوماسية المصرية باقتدار بصراحة يعني. صحيح. بتحيز أنا بقوله، ولكن ده بشهادة الجميع. صحيح. أنا بشكرك جدا يا معالي السفيرة، وألف مبروك على التكريم، وشرفتينا يا فندم بالاتصال. ألف شكر معالي السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. هستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. مساء الخير يا ريس. مساء الخير يا فندم. انا احمد رفط، بيسموني مذيع الشارع، ملقب بمذيع الشارع، مش متعود على جو بشكركم جميعا، مش متعود على جو قاعات مني للشمس على طول، فدايما عرقان وكده. فانا مبسوط ان انا مع حضراتكم النهارده. احنا عملنا فيلم اسمه كلام القلب. كلام القلب كنا بنصوره مع ستات مصريات فضليات، كل واحده فيهم كان عندها قصة طويلة جميلة جدا، كل واحدة فيهم كانت قادرة وقوية انها تتكلم قدام الكاميرا، كأنها بتقعد قدام الكاميرا بالساعات. ناس
حضراتكم ما يعرفوش احنا في اول الحلقه هنتكلم او في الفيديو هنتكلم عن ايه، ما يعرفوش الفيديو ده هيتذاع فين، ما يعرفوش ان حضراتكم اللي هتشوفوا الفيديو ده ويمكن تفاجئوا. قبل التصوير كنت بحاول ان انا يعني اخفف التوتر بتاعهم شويه قبل ما نصور عشان يكونوا بيتكلموا براحتهم، فكنت بسالهم حضرتك قلتي كام مره انا سايبه لكم البيت وماشيه. طبعا كلهم قالوا قلنا كتير، بس كلهم ما عدوش الباب بتاع البيت، عشان الست المصريه ست زي امي بتحب اولادها، ربنا يشفيها وربنا يخلي لنا كل ام مصريه ويرحم كل ام، ربنا يرحمها يا رب العالمين. شكرا يا فندم. وحابب اقول ان الفيلم اسمه كلام من القلب، بس بعد ما حضرتك هتشوفوه هتشوفوا الست الجميله اللي كان نفسي اسميه الست الجميله اللي قالت انا عندي 70 سنه بس انا قويه. شكرا جدا يا فندم. طيب خلوني بس الاول تهنئه يعني واجبه جدا 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 قوي خالص للدكتوره دريه شرف الدين. طبعا الدكتوره دريه شرف الدين غنيه عن التعريف، مش بس كمذيعه كبيره ولامعه وصاحبه تاريخ كبير، ولكن كمان كرئيس للجنه الاعلام في مجلس النواب الاعلام والثقافه والاثار، ويمكن اغلبنا او كلنا نعرف دكتور دريه من التلفزيون من الشاشه، لكن مش كلنا نعرفها كويس او نعرفها زي ما يتقال كده ايه وجها لوجه فيس تو فيس. دكتور دريه من ابسط ومن الطف خلق الله ومن اكثرهم خفه ظلا جدا جدا، وبعدين تسمح لجيلي بأنه يتعامل معها كصديقة مش بس كالدكتورة درية شرف الدين بنفسها يعني. فمهم عندي قوي ان احنا نقول لها ألف مبروك، وبعدين بقى لما أبقى أشوفها طبعا دكتور درية أول ما تشوفني لازم تقعد تقول كلمتين من باب الدعابة بقى اللي هو إيه، هي ليها طريقة كده معايا وتقعد تضحك في الآخر. ألف ألف مبروك يا دكتورة وتكريم مستحق، وعقبال كده ما الأبهات المصريين في يوم الأيام برضو يتكرموا، هنبقى سعد قوي. لكن أكيد في أبهات أرباب أسر يستحقوا بجد إن احنا نكرمهم في يوم من الأيام، لأنه أكيد أكيد في أبهات مهمين جدا يستحقوا إن احنا نشد على أيديهم، لأن هم ربوا ولادهم ربوا ولاد إخواتهم زي خلاني على سبيل المثال، وهكذا اعتقد كده. طيب خليني بقى اقول لك على حاجه لطيفه. في راجل يا اخي انا كنت اشوفه دايما على تيك توك، الاقيه هو على تيك توك طبعا مذيع الشارع، فانا كنت اشوف الفيديوهات بتاعته وكل اللي بقوله بالظبط كده وانا بتفرج على اي فيديو، يا ابن الايه برافو عليك جدع شاطر، ايوه حلو ده اللي انت بتعمله عظيم اللي انت بتعمله رائع، ودايما كل جملة بقولها تلاقيها مصحوبة حتى ولو في عقل بالي، ما بقعدش أكلم نفسي بصوت عالي برضو ما أنا مش مختلة يعني، لكن أقعد أقول إيه في قلبي والله ربنا يجبر بخاطرك يا أحمد زي ما بتجبر بخاطر الناس. أحمد رأفت إزيك يا أبو حميد؟ يا أستاذ يوسف إزاي حضرتك يا فندم؟ أخبار حضرتك إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وكل سنة حضراتكم طيبين، وكل سنة وأم مصرية وأخت وبنت مصرية بخير، وزوجة يا رب كلهم بخير دايما أجمعين يا رب. وأنت بألف صحة وبسلامة إن شاء الله، عقبال ما أبارك لحضرتك وأعيد على حضرتك السنة الجاية في يوم الرجل المصري إن شاء الله. أنا أول حاجة بص يا أبو حميد، أنا ولا تقولي ولا أستاذ ولا تقولي حضرتك ولا تقولي الكلام ده، أنا ماليش في الألقاب على الإطلاق، الود والمحبة في القلب. شرفني والله يا فندم. لا ده شرف ليا. احمد اولا انا بشكرك وبحييك جدا على كل الحاجات اللي انت عملتها، ربنا يجبر بخاطرك على قد ما بتجبر بخاطر الناس يا ابو حميد. ربنا يبارك في حضرتك والله يا استاذ يوسف، وده طبعا شرف ليا والله ان حضرتك تقيم شغلي وحضرتك بتشوفه، ده والله حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، فانا بشكر حضرتك جدا جدا والله، وعلى المقدمه اللطيفه، وببارك للدكتورة دريا شرف الدين، يعني عالم من أعلام الإعلام المصري، وطبعا
كلنا بنتعلم من بعض وده شرف ليا والله يا فندم. يا سيدي ربنا يخليك ربنا يكرمك. اولا سيبك من انا بشوفه لانه انت اظنك عارف انه الوطن العربي بيشوف الفيديوهات بتاعتك. انت راجل مشهور الى ابعد الحدود بقلبك الحلو ده وبالخير اللي بتحاول تفرح بيه الناس. اول حاجه تيجي على بالي انت ايه اللي خلاك فكرت في كده؟ يعني تبقى مذيع الشارع وعلى رايك تقعد تلف وتجوب؟ انت مش بتتحرك في القاهره بس يا احمد، انت بتلف 27 محافظه جبر خواطر. جات لك الفكره دي ازاي؟ والله يا استاذ يوسف انا خايف اقول لحضرتك. يا دي استاذ يا عم يوسف. يوسف انت عندك كام سنه يا احمد؟ انا 35 سنه. 35 حلوين. طيب ما يعني هم يدوب 13 سنه بساط كده حاجه ماشيه سريعه. ما انا يعني النهارده مثلا في الكاميرا كانت مخلياني 74 سنه. لا خالص كان شكلك 25. ليتني كتير بصراحه. لا يا حبيبي قول لي احكي لي والله حضرتك الفكره ان احنا انا يعني دايما بقول انا مش بختار، انا دايما بحس ان ربنا بيختار لي طريقي. يمكن كان نفسي في حاجات كتير جدا من اول ما بدات صحافه الفيديو من اكتر من 10 سنين، بس في كل مره بحس ان ربنا اللي بيختار لي الطريق، انا ما بختارش حاجه وما بظنش ان بعد اختيار ربنا سبحانه وتعالى في حاجه. فبصراحه الموضوع بحسه حاجه حلوه قوي كبيره جدا بالنسبه لي، ان انا بيكون نفسي وعندي طموح. والله حاجه برضه اقول لحضرتك عليها يا استاذ يوسف، ان انا اشتغلت كتير في الشارع وعملت حاجات كتير، بحس ان انا يعني اللي موجود في حقيقتي في حياتي في يومي ربنا بيكرمني بيه، ان هو اللي يبان في الفيديوز بتاعتي، يبان في الشغل اللي انا بعمله في اي برنامج بدخل فيه. فالحمد لله ربنا يعني بيعوض بكل الحاجات دي والمفاهيم دي، وفي الاخر كرم ربنا يعني في الاخر ملوش حدود. وتاني والله يا استاذ يوسف الاختيار ربنا ليا في كل خطوه في حياتي كان عظيم جدا، احسن من اللي انا كنت بنويه نفسي او بفكر فيه لنفسي او كان نفسي فيه. ونعم بالله سبحانه وتعالى. انت اتخرجت من ايه يا ابو حميد؟ انا خريج كليه حقوق جامعه حلوان 2009. وقول لي طيب انت لما اتخرجت كنت عاوز تعمل الشغل ده ولا كان في بالك حاجه تانية؟ كان نفسي اشتغل في الصحافه بصراحه. يعني ورحت قدمت في جرايد بعد ما خلصت جيشي، واشتغلت في حاجات كتير جدا، يعني حاجات بقى اللي هو زي ما حضرتك عارف بداياتنا كلنا كانت حاجه هنا تشتغل فيها تتعلم حاجه، هنا تتعلم حاجه، هنا تشتغل ببلاش، هنا تشتغل بمرتب ضعيف، هنا بتشتغل بمرتب جميل، لحد ما بيجي كرم ربنا في الاخر يعني. ونعم بالله ونعم بالله. انت شفت ناس كتير وربنا سبحانه وتعالى جعلك سبب لجبر خواطر ناس كتير، بس اكيد اكيد في حد انت ما تنساهوش. والله في ناس كتير ما انساهاش، في ناس قولي. كتير حقيقي ما انساهاش. اختار يعني اول حاجه تيجي على بالك. اول حاجه كنا بنصور في اسيوط في مره وفي راجل ما قالش حاجه. يعني في راجل ما قالش حاجه، هو سكت بس، سكت يعني هو بعد ما شاف الفلوس سكت. انا سكوته بنظراته ليا انا كنت بنفجر يعني، يمكن وقفنا التصوير شويه عشان انا بدات اعيط بس. فكملنا بعدها بشويه التصوير لان حقيقي نادرا لما بلاقي حد صادق جدا كده، صادق بجد. ده الراجل اللي كان مواليد 72 وقلت له، ولا كان مواليد 79 وقلت له بعد 3 سنين حصل حاجه مهمه، فقال لك ده 73 الحرب صح؟ انا متابع. اصل انا مش بقص، انت ممكن ما تعرفنيش، انا لا اتجمل على الاطلاق، انا فعلا بشوفك كويس يعني بشوفك تقريبا كل يوم. يشرفني فانا حافظ الفيديوهات بتاعتك. هو ده؟ ده هو كان حد تاني، بس طبعا عم محمد ده برضو كان بصراحه يعني يقطع القلب، لان هو كان موقفه ويعني واحنا يعني جينا له في وقت تقريبا الحمد لله يعني ربنا جعلنا سبب ان هو يكون سعيد ويكون نايم امن في بيته يعني. ربنا يكبر بخاطرك. وانا عايز انه بقول لك انت هتعمل ايه في رمضان؟ يعني ان شاء الله هنعمل حلقات جبر خواطر ان شاء الله في رمضان. طيب الايام دي او صورنا يعني الصعيد، صورنا في الفيوم، في بني سويف، في المنيا، في اسيوط، يعني لو كان في ايدينا مساحه اكتر من كده طبعا الايام كلها بنصور بقى، بنروح مختلف المحافظات يعني. ماشي، انا عايز اعزمك تجي لنا
ونقعد في رمضان احنا يعني انا 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 حلقاتي هتبقى سبت حد اتنين تلات وبخلص الساعه 11 يعني مش اخرك على السحور، هتروح البيت ومش هتتعاقب وهتبقى الدنيا زي الفل. فما كلنا بنتعاقب فايه رايك مره تجيلنا ان شاء الله؟ بجد انا عايز اقعد معاك، عايز اتشرف بان احنا نقعد سوا، وعايز نقعد نحكي يعني الساعه ساعه ونص دول نقعد شويه منهم نقعد نحكي انا وانت سوا. شرفني يا فندم والله. لا ده انا اللي اتشرف وارجوك. ولا يا فندم ولا يا استاذ، انا عمال اقول لك يا ابو حميد يا ابو حميد يا اخي، قول لي يا ابو حجاج ولا حاجه، اجبر بخاطري. ده انت بتجبر بخاطر الناس كلها. الله يبارك في حقك والله، الله يكرمك يا رب يخليك. انا سعيد ان انا مع حضرتك والله النهارده، وسعيد ان انا بتكلم مع حضرتك، وده شرف ليا والله يا فندم. لا لا كلنا سعداء في الحقيقه. البرنامج الاعداد الناس اللطيفه اللي استحملتني طول اليوم، فاشكركم جدا يا فندم. خالص خالص، ربنا يكبر بخاطرك ويعزك ويوفقك دايما، كل الشكر ليك. ابو حميد احمد رأفت الحاصل على لقب مذيع الشارع، اللقب اللي الناس ادته له عشان بيجبر بخاطر خلق الله. اللي بيجبر بخاطر الناس ربنا بيجبر بخاطره بشكل بقى ما اقولكش. والله. طيب خلونا كمان نرحب بقوه وبشده بكاتبتنا الاستاذه سماح ابو بكر عزت. اهلا 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 يا استاذ يوسف. ازيك يا فندم؟ ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. دكتور خالد عامل ايه؟ انا شفته منور النهارده. الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك. يا رب يخليك يا دكتور سماح. استاذ سماح، يعني النهارده اظن انه كل اللي كتبتيه وكل اللي حاولتي تساهمي بيه ما خلاش انه يجي على بالك على الاطلاق ان النهارده في لا خالص والله، خالص والله يا استاذ يوسف، انا ما جاش في بالي خالص ان يعني انه ممكن النهارده ابقى من ضمن المكرمات الحقيقه، خالص يعني بعيد عن ذهني تماما. وبالعكس انا سعيده باللي بعمله، وشايفه انه انا ده واجبي ودي رسالتي. ف يعني تسليتي اساسا ان انا اكون سفيره الحياه كريمه للاطفال، ده في حد ذاته تكريم، يعني انه انا يبقى في ثقه فيا ان انا اللي اطلع الصعيد واطلع الملاوي وقريه المعصره ودير مواس والغربيه نهطاي وكل هذه الكرة اللي فيها اهلنا هناك، اني اروح اقعد مع الاطفال وانا اكلمهم، دي في حد ذاتها بالنسبه لي انا تكريم كبير. فانه كمان فخامه الرئيس يكرمني النهارده يعني على الحاجات البسيطه اللي انا بعملها، فده تسليف وتقدير كبير ارجو ان انا استحقه. لا باذن الله دايما تستحقيها يا استاذ سماح. طب ساعات كتير الواحد لما يحصل حاجه زي كده اظن بتحسي بمسؤوليه، يعني اللي هو ايه جداً الله جداً. ده كمان تكريم، طب هنعمل ايه للبلد دي بعد ما البلد كرمتنا، هنعمل ايه تاني؟ صحيح، هو فعلا تشريف ومسؤوليه انه انا يعني طب اقدر اقدم ايه اكتر، اقدر اعمل ايه اكتر للاطفال، لان انا عارفه انه يعني الاطفال دلوقتي على يعني على اولويات اهتمام القياده السياسيه، ده حقيقي. صحيح. وانا شايفه ده بعينيا، يعني مش كلاما، انا بشوف لما بروح فرحه الاطفال يا استاذ يوسف بانجازات حياه كريمه لا توصف. يعني انا بدخل عليهم اقول لهم عملت ايه حياه كريمه واسست، تلاقي تدافع من الولاد والبنات، عملت لنا سقف، عملت لنا مدرستنا، جابت لنا صنف مدارس، وبطنه الولاد حتى بيقولوا لي اصطلاحات يعني حاجه تستغرب لما طفل يقول لك بطنه الترع، فاهم يعني ايه بطنه الترع؟ فاهم يعني ايه انه الارض حصل فيها مش عارف ايه، والارض كانت حاطه وحياه كريمه سفلتت الشوارع وعملت لنا طاقه شمسيه، بتقولوا اصطلاحات يعني الاطفال مدرسة. الصغيرين دول شايفين لامسين حاسين بده؟ جدا جدا، حاسين ان حياتهم اتغيرت، حاسين بفرحه. انا لسه كنت في نهطاي في الغربيه في مجمع مدارس نموذجي، المدارس حتى الولاد التحته زي ما بيقولوا لو وقع عليها حاجه يشيلوها بالمنديل، دي بتاعتهم بيحافظ عليها بقى، دي بتاعتي. طبعا انا قلت لهم الحاجات دي بتاعتكم، احنا مهما استفدنا بيها انتم هتستفيدوا بيها، تحافظوا عليها لنفسكم قبل ما تحافظوا عليها للبلد، لان انت المدرسه دي انت اللي بكره ممكن تبقى مدرس فيها، والمستشفى دي او العياده دي انت اللي ممكن تبقى دكتور فيها، فتحافظ عليها عشان لما يوم ما تبقى دكتور تلاقي المكان يستحق
يعني انت تستحق وهو يستحقك. فالولاد بتقتنع بالكلام وبتستجيب. صحيح والله يا دكتور يا استاذ سماح، الف الف مبروك اولا، والمسؤوليه عماله بتكبر وبتتقل، واشكرك جدا، والنبي سلم لنا على دكتور خالد صديقي العزيز الحبيب. يعني ربنا يخلي حضرتك استاذ سماح. كل الشكر للكاتبه الاستاذه سماح ابو بكر عزت. هستاذنكم نروح لفاصل ونرجع بقى بعد الفاصل مع مين؟ ايوه لقائنا الاسبوعي الذي يتجدد دائما مع فقيه المفضل مولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. استنونا. بقى أولا خلونا نرحب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أهلا بك مولانا، وكل سنة وحضرتك طيب. بارك الله فيكم وبلغنا الله رمضان وأعاده الله على الجميع بخير وسلام. بقى احنا كنا لسه، أنا هتكلم أقول لك مولانا عاوزين نتكلم عن الأم، فقلت لي أنا قبل ما ننطق قلت لي أنا عايز أتكلم عن الأم الأول. الأم وكيف وصى عليها وبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أوصى بالزوجات وبالبنات وبالقوارير. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فبادئ ذي بدء، مصر أنجبت العظيمات من حرائر النساء. الله. يعني حينما نرجع إلى التاريخ ما قبل الميلاد وما كان في العصر المصري القديم، طبعا حتشبسوت ونفرتاري وإلى آخره من الملكات العظيمات، إلى أن نأتي إلى السيدة هاجر المصرية أم سيدنا إسماعيل عليه السلام. السلام أم العرب، وهي التي جعلت أن المصريين أخوالا للعرب. صحيح. ونأتي أيضا إلى ستنا أم موسى يكابذ، طبعا التي قص الله علينا قصصها في سورة القصص، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. ثم إلى أم سيدنا المسيح ستنا مريم العذراء عليها السلام ورضي الله عنها، وطبعا شرفت مصر بإقامة 3 سنوات وبضعة أشهر، ستنا العذراء والنور، نعم عليها السلام. ثم بطبيعة الحال إن ستنا مارية القبطية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها سيدنا إبراهيم ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا التلاحم المصري الغريب، إن إبراهيم ابن النبي محمد خال شمعون القبطي المسيحي. من هنا مصر ولادة للعظيمات. طبعا لما نأتي إلى الشرائع كلها سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام، فبنجد الوصية بالأم. يعني مثلا القرآن الكريم هيسجل لنا ربنا سبحانه وتعالى بر سيدنا موسى بأمه وشفقة أم موسى على ابنها، ويذكر أخت موسى. يعني سبحان الله هنا هيذكر العنصر النسائي، أمه وأخته في سورة القصص. أما تأتي لسيدتنا مريم العذراء عليها السلام، يا القرآن الكريم حكى عن سيدنا المسيح والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث وحي. القرآن بيسجل هنا بر سيدنا المسيح بأمه طبعا، بستنا مريم العذراء الطاهرة عليها سلام الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله الله، دي سيدنا المسيح. وبرا بوالدتي، بوالدتي اللي هي ستنا مريم العذراء عليها السلام.
ام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستنها امينه بنت وهب التي يعني كفلته 6 سنوات ويعني هيأت له مناخ التربية وأثرت فيه تأثيرا كبيرا. ستنا آمنة عليها رضوان الله وسلامه. حينما نأتي حضرتك إلى التكريم، أنا أريد أن أضيف للمتلقي الكريم شيئا قد يكون غريبا، لكن لابد في برنامج التاسعة أن نقول شيئا جديدا. الجنة لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت لا أقدام أنبياء ولا أولياء ولا شهداء، إنما قال الجنة تحت أقدام الأمهات. يعني أنت ليك شوف المغزى، في غير الحديث كان ممكن يقول الجنة تحت أقدام الأنبياء، لا، تحت أقدام الشهداء، لا، تحت أقدام الأولياء، لا، تحت أقدام العلماء، لا، إنما هي تحت أقدام الأمهات. فالمرأة هنا ربنا يبارك هي طبعا الأم في الدرجة الأولى، الأخت، العمة، الخالة، البنت، كل هذا كله بيصب في مصب صلة الأرحام، صلة الأرحام. فالإنسان هنا ما يصل الرحم في أمه، في بنته، في أخته، في عمته، في خالته، كل هذا سبب من أسباب وصول الإنسان إلى الجنة بسلام. الأمر الآخر يا سيدي الكريم، المرأة كان ولا يزال لها الدور الكبير في صناعة العلماء والمفكرين. يعني هضرب بس مثالين كده بسرعة. سيدنا أبو حنيفة عليه رضوان الله، سيدنا مالك، سيدنا الشافعي، سيدنا أحمد بن حنبل، وراء في قصصهم المرأة. أضرب مثال بسيدنا مالك، دخلت عليه أمه فوجدته يترنم، هو من قبيلة أصبح في جنوب الجزيرة العربية. قالت له يا مالك ما خلقت يا ولدي وجهك لا يصلح للغناء، عليك بالعلم. أخذ بنصيحة أمه وشد الرحال إلى طلب العلم وكان مالك. صح. الإمام الشافعي ولد يتيما، أبوه مات في غزة في فلسطين المحتل، وثم بعد ذلك أمه في مكة ذهبت إلى والي مكة قالت اكتب وصية إلى والي المدينة ليوصي على الإمام مالك على الشافعي لأنه منسب، وكان وصرت له شيئا من الزاد إلى آخره. فهنا التكريم اليهودي والتكريم المسيحي والتكريم الإسلامي بالأم تكريم راسخ في الوجدان. يعني مثلا ما قلنا ستنا مريم، هي عفوا دقيقة، لما جت مصر هو ما هو الملاك في فلسطين جاء إلى سيدنا يوسف النجار قال له في الرؤية أهرب بالصبي وأمه أو اذهب إلى مصر. تمام. فكانت رحلة العائلة المباركة المقدسة ستنا مريم العذراء وفي حجرها سيدنا المسيح عليه السلام وراهم سيدنا يوسف النجار. المغزى أن هم مشوا من الجنوب للشمال. وأنا قلت لك آنفا إن أنا لما رحت البهنسة في محافظة المنيا فهناك مقابر الصحابة والشجرة التي استظلت تحتها السيدة مريم عليها سلام الله. هناك مقابر الصحابة البدريين. نعم، 11 بدري. الشجرة المباركة. نعم. الله يبارك فيك ستنا ماريا، ودي رسالة بنوجهها لأهل الإرهاب والإرعاب والتنطع والغلو. ما كان هناك حساسية عند الصحابة أنها تحمل اللقب، سواء اللقب دل على الجنسية أو على الديانة. ماريا القبطية إلى أن ماتت، إلى أن ماتت وما شعرت بحساسية في مجتمع المسلمين، وما شعر المسلمون بأدنى حساسية. يبقى الإسلام بيعلمك احترام مشاعر الآخرين. طبعا احترام طبعا مشاعر
الآخرين. لكن ممكن لو يشوف أنا وأنت بنتكلم بانفتاح على أمهات الأنبياء، في بقى أم كبرى غابت عنا، مصر نفسها، مصر. طيب أستأذن نكمل الكلام. نعم. الكلام الرائع اللي احنا بدأناه ده نكمله ولكن بعد الفاصل، استنونا لو سمحت. اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بمولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. قلت لي وامنا الكبرى هذا الوطن العظيم مصر. مصر، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بشعبها، يعني في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح لكم مصر من بعدي فاستوصوا بأهلها خيرا، وفي رواية بأقباطها خيرا. ما أنا قلت لحضرتك ومشاهدين شيء غريب أن البلد اللي هي مصر يبقى فيها هاجر أم إسماعيل، وبعدين اللي يتزوجها سيدنا إبراهيم الخليل، وبعدين يبقى فيها أم المسيح في زيارة، وبعدين منها ماريا القبطية زوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش صدفة، ده ترتيب إلهي رباني طبعا. فمن هنا احنا نقول يوم تكريم المرأة هو تكريم للرجل صدقني مع المرأة، لأن المرأة صانعة للرجال، دي حقيقة صانعة الرجال. وما كذب من قال وراء كل عظيم امرأة، دي حقيقة. يعني حضرتك احنا مثلا في العصر الحديث اللي هو كان القرن الماضي، هو احنا ناسين ام المصريين صفية طبعا زوجة البطل المصري الفلاح الاصيل الازهري على فكرة سعد باشا زغلول؟ طبعا. طيب سيدنا صفية زغلول. فبرضو ما تيجي النهاردة مش بنجامل او ننافق رؤساء مصر، هتجد ان امهاتهم كانت لهن دورا عظيما في تربية الشخصية. أكيد كلهم أكيد، يعني دعك من الأطر السياسية. فنحن اليوم لما جاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وكرم المرأة وأعطى قرارات، طبعا أنت فيك البركة كلمت عنها، أنا أسمن أحسن قرار أدخل البهجة على الناس قبل رمضان اللي هو الإفراج عن الغارمين والغارمات. والله دي مكرمة، أنا مش يعني هو الناس بيقول عليها قرار، أنا أقول مكرمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو جبر خاطر هؤلاء الغارمين من الرجال والغارمات من النساء. وأيضا كانت لمسة طيبة من وزارة الداخلية أن هي تفرج عنهم اليوم حتى يلتم شمل الأسرة على الطبلية والصينية والسفرة، ها من في أول يوم رمضان. تمام، هي دي مصر الحمد لله رب العالمين. ومصر الخير ستظل خير، وتكريم مصر للمرأة أنا قلت لك يا تكريم للمجتمع بأسره. يمكن بعض الناس يقول لك طب والرجل، لا، ما هي لما نكرم أمك ما هو تكريم لك، لما نكرم أختك تكريم لك، لما نكرم عمتك نكرم خالتك. تمام، اوعوا تنسوا واحنا داخلين على شهر رمضان المرأة المصرية اللي تحملت حرب الاستنزاف. طبعا انا السنة عارفة عن قرب ليه، لان كان مش هذكر عشان ما اقولش ده دعاية، اخو والدتي يعني شقيق والدتي كان ضابط في القوات المسلحة وعاصر حرب 56 وعصر 67 وعصر الاستنزاف واخر حرب عصرها 73. انا شفت قد ايه يعني ارمله خالي الله يرحمه بقى ويرحمها كم كانت هي المربيه للاولاد وخالي على الجبهه. طب خالي بقى على حاجه حلوه. نعم، جدتي الله يرحمها كان عندها من ولادها اتنين، واحد منهم
أحمد كمال الله يرحمه استشهد في حرب اليمن ضابط صاعقة 66 تسكت. الثاني دخلته القوات المسلحة بحرية الله يرحمه محمد نجيب حارب في 73 ما شاء الله. هنا الأم المصرية مولانا اللي ما بتبخلش بالعيال يعني هي عارفة ابنها استشهد في 66 واللي أصغر منه بشوية ما بخلتش عليه انه يخش تاني جوه كلية عسكرية يعني انا بقول ده جوه بيتنا هو بقى وعارف ان مصر بتحارب وحرب الاستنزاف وهوب بقى في 73 ودخل حرب عاد اليها سالما هذا الصغير انذاك يعني محمد نجيب لحد ما لقى يعني وجه ربه بقى من 3 سنين كده الله هي يحبه. دي المرأة المصرية معجونة من قبل التاريخ يا سيدنا. وانا قلت لك مش مصادفة او قدر إن العظيمات هاجر مريم يكابذ ماريا القبطية شجرة الدر صفية سعد زغلول إلى آخره بل أفجر مفاجأة شيوخ الأزهر الكبار اللي علمته المرأة الصعيدية واللي عملت له الزوادة المرأة الريفية صح واللي كانت بتفرح بالشيخ لما يرجع معمم وأصبح يقال عليه الشيخ وتبخره بالبخور هي المرأة سواء كانت في الصعيد سواء كانت في الدلتا سواء كانت في البدو ولا أريد أن أشخص الموضوع وأنا كنت واحد من هؤلاء الوالدة طبعا طبعا والله رغم أمي كانت فرحانة جدا أنا في الأزهر أكيد أخذت بالك وتحضر لي الزوادة الشهرية ويعني قصة كبيرة جدا فنبارك للمرأة المصرية وأيضا نبارك الاحتفال والتكريم وستظل مصر بعظيمات مصر من النساء هي القدوة للعالم بأسره نيل مصر شربت منه يكابذ أم موسى شربت منه أم المسيح وشربت منه ماريا القبطية كل عام والمرأة المصرية بخير وسلام اللهم أمين الله يفتح عليك مولانا كل الشكر ليك مولانا ونتقابل بإذن الله بقى في رمضان وكل سنة وحضرتك طيب كده بارك الله وسلامة وكل مصر بألف صحة وسلام اللي ما يعرفش قيمة مصر بجد عنده مشكلة صحيح واللي نفسية قلل من قيمة مصر عنده طبعا مشكلة نفسية كبيرة اللي قلل من مصر عنده مشكلة نفسية أكبر واللي مش فاهم مين هي مصر مشكلة أكبر وأكبر وأكبر والله العظيم الناس دي بتبقى غلابة غلابة هنا وغلابة هنا على كل خلصت الحلقة لحد كده كنت سواء طيبين اللهم بلغنا رمضان وكل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر خلصت حلقتنا أما كريم رمزي صديق العزيز هتلاقيه داخل علينا حالا دلوقتي وبرنامجه رقم 10 أما احنا لو كلنا العمر نشوفكم بكرة بإذن الله في نفس ذات الميعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات